هلا نحن ان شاء الله ضيفنا اليوم حاول العرف بقصه كليه الهندسه المعلوماتيه. طبعا الشيء اللي يخلينا يعني نوعا ما نشاط مجموعه التكنولوجيا مختلفه، نحن مو بس دفنا نعرفكم بالاختصاص، نحن دفنا نعرفكم بافاق هذا الاختصاص ضمن عصر هلا الانترنت، ضمن الشيء اللي هو اسمه المصدر المفتوح اللي هلا حنتعرف سوية عليه ان شاء الله. هلا اول شيء بنشوفكم مع مقطع فيديو بسيط، بعدين we'll be right back.
just sing and listen, my mom tells us about singing. And that's from the Cambodia. حلو ما هي؟ الكلية بلشت تقدر تفضل هي 99 بتذكر بلشت هلا أول شيء مشان ما تتفاجئي أي واحد بفوت على كلية معلومات بتذكر حاله رح يكون هيك يعني عامل لابتوب ومجهول كثير بس هو هي النظرة الخطا اللي دائما بيقع فيها الطلاب هي مو هيك أبدا عمليا هاي معلومات هي اللي هاي صورة مثلا شو مصطلح يعني شو هو؟ النيرد النيرد اللي ما له ابدا حياة اجتماعية كثير يعني حياته مرتبطة بالعلم مقارنة كثير سمارت يمكن إذا شفتوه يعني أغلب الطلاب عنا هيك طبعا هذا إذا بدك تتميز بس طبعا دائما في حالات خاصة بس يعني هي فكرة إنه كثير سائدة عن طالب المعلومات لأنه هو بعيد عن الحياة الاجتماعية فهذا الشيء بدكم يعني تعلموه بس حيصير لكم مجتمعكم وهلا الطلاب الجداد عنا بالكلية عم يغيروا هالفكرة يعني صاروا يعني أنا شفت أن طلاب من السنة الثالثة هلا اللي موجودين صاروا رابعة يعني واللي بعدهم صار عندهم غلبوا على المشاكل اللي كنا نحن فيها فهلا صارت حياته الاجتماعية أفضل بكثير كل هذا إن شاء الله هلا بشوفه ونعطيكم فكرة عنه هلا أول شيء خلينا ناخذ فكرة عن الكلية عن فهد شو بدنا نعمل؟ أول شيء بدنا ناخذ فكرة عن الكلية وتعريف المعلوماتية وشلون نشأت الحاجة لإلها. بعدين حناخذ شوية تطبيقات بشكل عام بالطب الهندسة الهندسة العمارة، يعني شو استفادوا من المعلوماتية فيها. بعدين رح نحكي شوي عن الفرق بين الهندسة المعلوماتية والهندسة الأدوية والحواسيب، يمكن أغلبكم فكروا إنه مثل بعض. هو في اختلاف، هلا بنحكي عن هو اختلاف يعني كثير واضح. بعدين حنحكي شو المواد الأساسية بالكلية. ناخذ فكرة عنها. بعدين حنحكي عن التخصصات، أنا حاسب لي التخصصات بالسنة الرابعة والخامسة شو هي، بعدين حنفصلهم آخر بعد ما يعني آخر محاضرة. بعدين حنحكي شلون إذا واحد بده يصير ناجح متميز، طبعاً هون يعني صرت أمجد والأجدر فيها، أحكي يعني الشيء اللي شفته أنا عن طريق تجربتي. بعدين حنحكي شو ممكن الواحد يصير بعد التخرج وشو ممكن يشتغل. وحاحكي انا عن هندسة البرمجيات كاختصاص وبعدين صديقي محمد شاكر حيحكي عن الذكاء. طيب هلا اول شيء كلية هندسة المعلوماتية مثل ما حكينا انه هي اسست جديد بال 1999 بلشت ب اول طلاب اجوا عليها بلشوا يمكن سنة ثانية او ثالثة ما بلشوا سنة اولى لانه كان من كلية العلوم يعني اخذوهم كلية العلوم خلوهم يدرسوا فيها فهي اساسها كان كلية العلوم. الاختصاصات اللي فيها هي هندسة البرمجيات ونظم المعلومات ونظم التشغيل والشبكات والذكاء الاصطناعي. الدراسة فيها 5 سنين يلي عمليا هي بس عندنا بسوريا 5 سنين باقي السنوات الشيء المكافئ 4 سنين. طيب هلا كيف بلشت الهندسة المعلوماتية تدخل لحياتنا بشكل اساسي بالعلوم اللي بدنا اياها؟ مثل ما بنعرف كلنا اغلبنا انه الرياضيات من زمان كانت اساس العلوم كلياتها من ناحيه البراهين والاثباتات والتحليل والقصص. اكيد شفتوها انتم بالبكالوريا، فاي ظاهره كانوا اذا بدهم يشوفوها ويفهموها بالحياه بدهم يحاولوا ياخذوا داتا عنها او يراقبوها لمده معينه، بعدين يحاولوا يعملوا شويه عمليات احصائيه ليفهموا هي الظاهره، بعدين يعملوا معادلات بتحاكي عمل هي الظاهره. شايفين هيك شيء انتم؟ هلا المعادلات الفيزيائيه كيف بتصير؟ عبارة عن معادلات شو هي؟ بتعابير رياضية فيها متحولات فيها هي قصص تكاملات هالمواضيع. فعمليا كانت الرياضيات هي أساس كل هالأمور. هلا حأحكي عن مثال صغير لهالموضوع، إذا بدنا نمزج ظاهرة الردودات المناخية وتنبؤ الطقس، يعني كل يوم نحن بنروح ناخذ نسمع النشرة الجوية وبنعرف قد ايه شو يعني قد ايه الحرارة المتوقعة عن طريق طب يعني عن طريق دراسات رياضيه اكيد. فبنشوفها شلون بيكون
الدنيا حر. هيك تفضل تفضل. اي عادة شلون هن بيتوقعوا قديش درجة الحرارة بكره وشو حيصير اليوم وشو حيعمل هيك؟ خلينا نشوفها من البداية. حيروحوا بلشوا ما بيعرفوا اي شيء، شو بدهم يعملوا ما بيعرفوا اي شيء، حننمزجها بالرياضيات، حنروح نراقب الطقس لمدة طويلة مثلا لسنة كاملة، نشوف يعني التبدلات بحيث انه مثلا اليوم شو كان في، قديش كانت درجة الحرارة، كيف كانت الغيوم، كيف كانت الامور كلها، نجيب اقمار صناعية نصور الى اخره، نسجل هي التبدلات على الورق. نحن عم نحكي بدون كمبيوتر. وبعدين صار عندنا بيانات كثير كبيرة، بدنا نعرف شو هي المؤثرات وكيف علاقتها مع بعضها، فبنعمل شوية عمليات احصائية، او هلا صار في شيء متقدم اسمه داتا مايننج، لحتى نعرف احنا شو يعني مثلا شو يعني شو الشغلات اللي بتدخل ب ارتفاع درجة الحرارة أكثر من الشغلات الثانية. بدي أعرف أنا شو عمليا تأثير المؤثرات على بعضها. بعدين بعد ما عرفنا إنه مثلا درجة الحرارة بتتأثر بانحناء الشمس بكذا، درجة الحرارة بتتأثر بمسافة الضباب بنسبة كذا، فصار أنا عندي تصور عن شلون عم تتفاعل الأمور مع بعضها، كيف بعبر عن هالقصص؟ بكتب معادلات رياضية. هيك كانوا بالعالم. طيب هلا بعد ما كتبنا هاي المعادلات الرياضية، صار عندي أنا نموذج بيقول لي عن طريق حل كم معادلة مثلاً. إحنا عم نحكي فرضية أكيد مو هي هيك بالواقع، بس خلينا نشبهها. صار عندي مجموعة معادلات، إذا حليتها أعطيته البارامترات تبع اليوم، مثلاً اليوم درجة انحناء الشمس هيك، اليوم سرعة الرياح هيك، فبدي أعرف أنا قديش الحرارة بدها تكون. فبدنا نفترض أنه عندي مثلاً 10,000 معادلة لحتى أتوقع الحرارة بمدينة صغيرة. مثلا بكل معادله في عندي 100 متغير متحول، بتعرفون المتحولات؟ هلا بنفرض انه انا العالم الرياضي العادي بدون كمبيوتر بيقدر يحل المعادله، بيقدر يحل بالساعه 3 معادلات، هي معادله ضخمه كثير وعلى الورق وهذا زلمه عبقري، فقدر يحلها. فعمليا قديش بده 138 يوم لحتى يحل هالمساله البسيطه كثير لانه يدويا. فاجينا شفنا في مشكلة هون بالضبط، يعني إذا بدي أعرض أنا أتوقع ليوم فبدي 138 يوم، فخلينا نعكسها بجيب 138 زلمة لحتى يتوقعوا لي مدينة صغيرة، لحتى أتوقع بكل العالم معناتها قديش بدي أهل الأرض كلهم زائد وهذه مريضة. فأكيد هذا الموضوع يعني هون معناته في عندنا نحن حاجات حسابية الإنسان بيقدر يحلها، بس في مشكلة بالسرعة والدقة. فهذا التطبيق بسيط للشيء اللي ممكن نحن نستفيد من الكمبيوتر فيه. طب شو ممكن يقدم لنا الكمبيوتر حسب انتم ما بتعرفوا؟ علي مكتوب شو اول فكره؟ نحن اول شغله عملناها مو رحنا راقبنا هي الداتا كيف كنا عم نكتبها؟ اول شغله ممكن نكتبها فيها الكمبيوتر زين انه قسمها بمكان كثير صغير وبيسع كميه كثير كبيره، وشو كمان بقدر اعمل فيه؟ بقدر استرجع البيانات باي وقت وبسرعه كثير كبيره. كمان هلا صارت البيانات مخزنه بقرنه وحده، فبقدر اعمل شوية عمليات كم كبسة زر كم معادلة دغري يجيب اعمل عمليات احصائية مباشرة بسرعة كثير كبيرة. كمان هي القصة وعالم رياضي بده يعملها او مجموعة من العلماء قد ايه بدهم وقت، يعني يمكن يعني مثلا اوقات كثير بس بتقليب الورق بدون ما يبقوا شو في جواته، فهون عمليا كلها هي القصص بتصير بشكل اوتوماتيكي. هلا بعدين بعد ما يعني عملوا الاحصاء اوكي، هلا هون صار بيدخل المبرمج انه هو بعد ما استفاد وعرف شو البارامترات المهمه، هي المهمه اللي هو لازم يعملها كمبرمج، انه هو يكتب المعادلات باسلوب برمجي بحيث انه يقدر الكمبيوتر ينفذها عن طريق الشيء اللي كتبه. وبعد ما خلص بيخلي الكمبيوتر كبسه زر يتنبأ له، بيعطيه المدخلات اللي هي قديش درجه ميلان الشمس والقصص، وكبسه زر الكمبيوتر بيعمل العمليه كلياتها بزمن كثير قليل بالنسبه ل 138 يوم اللي يستخدمون عالم الرياضيات. فأكيد هذا الشيء يعني أسرع بكثير وضروري صار بحياتنا. هاي مثال صغير للشيء اللي نحن ممكن نحتاجه من الكمبيوتر كمبرمجين. هاي يعني ظاهرة كثير بسيطة بتأرجينا إنه نحن عن جد بحاجة لإنه نجيب شغلة تعملنا الحسابات تبعها. نحن بنصير بس اللي عم نعطي الأوامر. فهي أغلب يعني طالب معماري لازم يعرف قبل ما يفوت على الكلية هو ليش فايت وأنا شو أقدر أعمل. هي ظاهرة كثير صغيرة، في عنا ظواهر ثانية هلا يعني
شو ممكن يقدم لنا الكمبيوتر مثلا بمجال التطبيق. هلا نفس حفظ البيانات للمرضى دائما بيحتاج ارشيف مرضي للامراض السابقه وانه شو صار معه، شو الادويه اللي اخذها وشو اثرت عليه وقصص. فبالمجال الطبي اهم شغله بتكون يعني عاده هي حفظ الملفات المرضيه، حفظ بيانات المرضى لحتى ممكن يستفاد منها بعدين للمريض نفسه او ممكن يستفاد منها بحالات متشابهه. هلا في احد التطبيقات اللي كثير مهمه ان شاء الله يعني محمد هي الاكتشاف التلقائي لبعض الامراض. هي تطبيق كثير مهم بالذكاء الصناعي، انه بيجيبوا صور بخلي الكمبيوتر لحاله يعالجها، مثلا يكتشف اذا في هون ورم سرطاني او لا، اذا في هون شيء مشكله او هيك بشكل تلقائي، هو عمليا بس بيعالج الصور. كمان هي احد التطبيقات كثير مهمه بالمجال الطبي. يعني هلا سؤال مثلا المشفى ممكن يشتغل فيه؟ يشتغل فيه؟ لا هو ممكن يعمل له ابلكيشن. بس انه يشتغل فيه غالبا بيكون مهندس التجهيزات الطبيه، هذاك لانه بيصير بيعمل صيانه للاشياء. هلا هي يعني اساليب العمل تختلف من حسب الشركه، في شركات تعمل النظام وتخلي موظف عنده ليدرب الاطباء او اللي يشوف المشاكل حسب يعني عقد العمل. هلا في كمان احد التطبيقات كثير مهمه هلا بلشت تطلع، العمليات الجراحيه عن بعد، صار الدكتور ببلد والمريض ببلد، في روبوت عم يتحكم فيه الدكتور من البلد اللي هو فيها. وبيعمل العملية أونلاين، فهي كمان فكرة كتير مهمة. هلا هون بيدخل مليون مهندس طبعا مو بس معلوماتية، بس الهندسة المعلوماتية لها يد كتير مهمة بهالشغل. في يعني عم بصير أنشطة، أحد اللقاءات صار حكي عن الموضوع، يعني شفتوا في تطبيقات عالمية عم يشتغلوا على الموضوع بشكل كتير حلو، يعني حتى عم يستغنوا عن كتير مشاكل. عم تفشل شيء؟ عم تشوشني؟ ايه شو كنت عم بقول انا والله يعني. طيب خلص وفي كثير تطبيقات ثانيه اكيد بالمجال الطبي، يعني المحاضرات مو عن الموضوع بس بالمجال الصيدلي حاحكي بسرعه. ممكن نعمل ارشيف للادويه مكوناتها والقصص، مشان اذا بدي دواء مثلا بهالمشكله بعالج بعمل سيرش بسيط بجيب اياها. بالمجال ممكن اعمل برنامج بيجيب لي التعارضات بين الادويه، مريض قبل ما ياخذ دواء معين بيقول انه انا عم باخذ ادويه هيك، فبيسال النظام انا حيصير معي شيء، فبيكون النظام ذكي لحاله بيقول له انه في مثلا اذا اخذت هذا الدواء مع هذا الدواء ممكن يصير معك كذا، فبيقوم بيروح بيشوف تركيبه ثانيه بهذه القصص. ممكن هلا في يعني في تطبيقات تعمل محاكاه بسيطه للتفاعلات الكيميائيه، انه انا بدل ما اقعد اختبر بمخبر بروح بجرب عن طريق الكمبيوتر بشوف شو بده يصير معي، شوف كيف بدها تتركب الجزيئات مع بعض. كمان هذا الشيء ممكن نعمله عن طريق هندسه الكمبيوتر. هلا هندسه العماره، الرسم الهندسي اللي معك هذا على الورق صار كثير بسيط، بكون كبسه الزر مع اللايت بين، بصير انا مستغني عن القصه بشتغل فيها بدقه كثير هائله على الكمبيوتر، مستغني عن الورق كلياته. مع انه هلا بجامعتنا بلاقيهم بيدرسوا الرسم الهندسي بشكل كثير كثير بدائي، يعني ماشي درسوه بس يعني في شويه تولز بتسهل عليهم شوي. هلا في شغله كثير مهمه، انه هلا موضوع النمذجه الفيزيائيه، مثلا قبل ما يعملوا جسر بدل ما يروح يعملوا لهم يوقع يقولوا والله نحن كنا غلطانين بهالحسابات، فلا هن بيعملوه فيرشوال، بيعملوه على الكمبيوتر وبيمرقوا عليه شاحنه مثلا وزنها كذا، بيمرقوا عليه ما بعرف شو بيضربوا عليه صاروخ بشوفوا وزن صار شيء. فصارت دراسه الامور فيرشوال عن طريق النمذجه كثير يعني افضل واسهل. لاحظوا انتم قديش عم نوفر نحن اذا عملنا شغله افتراضيه، بدل ما نروح نعمر المستهلك مواد عم نعملها بوقت كثير بسيط عن طريق الكمبيوتر. فعن جد مبرمج كثير مهم. طيب طبعا في له مجال يعني تطبيقات كثير كثير ضخمه بالمجالات النوويه. هلا نانو تكنولوجي كثير عم يشتغلوا تطبيقات بهالموضوع، المجالات العسكريه اكيد اهم من هدول عم يشتغلوا بالقصص. والميكانيكيه الجغرافيه والتاريخيه، اعطوني مثلا نماذج. هلا مثلا خلينا نبلش من الميكانيكيه، شو بتتوقع الكمبيوتر ممكن يعمل؟ روبوتر كمبيوتر هو حيعمل روبوت؟ توجيه روبوت، توجيه روبوت تمام كنترول، يعني معناتها الكمبيوتر ممكن يفيدني من الناحيه الميكانيكيه بهالقصة. احد التطبيقات شفتها من زمان قبل ما افتح الكليه، انه مصنع للسيارات كان عامل بيئه فيرتشوال بصمم السياره كلها ميكانيكيا عن طريق الكمبيوتر، وبيشوفها بيختبر كل شيء فيها مع يعني مع كل الظروف اللي يمكن تكون فيها، وبعدين بيطلعها بينتجها بشكل فيزيائي. الجغرافيه
ابسط تطبيق احنا بنشوفه شو جوجل مابس. جوجل ايرث. جوجل ايرث هذا يعني حل كثير مشاكل كنا نعاني منها وقتنا بالمدرسه. تخيل شلون هيك صايرين شلون مرسومين. فهي تطبيق كيف التاريخيه شو بتتوقعوا؟ انا مثلا اذا بدي اعمل شي برنامج بالمجال التاريخي شو ممكن اعمل؟ تحليل متحرسه. نعم. تحليل متحرسه. تاريخيه هي صارت اثر. عندي ارني بس 9 في تاريخ العالم كلياته بحفظها ل 20 لمليون قرش بحفظها ل 20 فنين. ايوه بحفظ البيانات بعدين بروح بدي يعني بدي استعيدها ببساطه حسب التاريخ اخذ الاحداث المهمه مثلا بتاريخ معين اخذ يعني هالقصص. فالتاريخ هو كبيانات كثير كبيره بقدر اقع فيها كيف ما بدي لانه مخزنه بطريقه كثير يعني قابله لانه استعيدها ببساطه. طيب هلا الخلاصه استنتجت انا هيك يعني قاعد لحالي استنتجت انه الكمبيوتر هو عالم الرياضيات بحل معادلات بشكل سريع كثير وكتاب بيوسع عدد هائل من الكتب فيني استرجعها كيف ما بدي واقدر ارتبها كيف ما بدي وفي نافذه بتخليني اتواصل مع هالمهمتين بشكل يعني بعدد غير منتهي من الطرق كيف ما بدي بقدر اقلبهم بالعكس ارتبهم كيف ما بدي عن طريق مين؟ اللي بده يعمل هيك المبرمج هو اللي حيبني هالقصص هي من الابلكيشن اللي حيتعامل معها. المطلوب منه للمبرمج انه يحدد شو لازم يعمل عالم الرياضيات شو لازم يحل وين البيانات بدها تتخزن وين مصدرها من وين بدها تجيبها وهالقصص وهو كمان بده يبني نافذه بين اليوزر وبين هدول الشغلتين الريسورسز الموجوده. طيب يعني فتنا شوي بالجو عرفنا شو ممكن نعمل بشكل بسيط جدا، يعني ممكن كنتوا بتعرفوا هالقصص بس اوقات كثير بنصدم طلاب من الكليه عنا بفوتوا شعلوا الكمبيوتر وين كبسه الزر بحب كبسه كبسه الشاشه مفكرين مثل التلفزيون. فلا يعني اوقات يعني ممكن يكون الواحد عادي جدا انه يفوت ما له علاقه بالكمبيوتر ويطلع مبدع، فلا يخاف في هيك. هلا اول شيء مهندس المعلوماتيه ببساطه حتلاقوه هيك. مهندس اتمنى بالحواسيب ببساطه حتلاقوا هيك. عفوا بس مو قصدي. هلا عمليا بالملخص انه مهندس المعلوماتيه غالبا حيعرف قدام الشاشه اذا ضربت شيء قطعه ما حيعرف يصلحها. ما له مطلوب منه انه يعرف يصلحها. مهندس الحواسيب مو بس بيعرف يصلحها، بيعرف يبني مو موجود معالج اللي تحت هيك، بيعرف يبني المعالج، بيعرف يعني يبون الترانزستورات والقصص يركبوا التركيب، بيعرف يبرمجه بشكل كامل عن لو ليفل لانجويج السمعاني لغه الاله ببساطة وبس ما بيعرف يبرمج كثير هاي ليفل يعني ما بيقدر يحل المشاكل كثير ضخمه بيحلها مهندس معلوماتيه. تمام هلا في الكليات عنا عم يحاولوا انه يجاوبوا هالشغلتين بس خلينا نشوف عالميا اللي مطلوب من مهندس المعلوماتيه او عمليا مو مهندس معلوماتيه اسمه كمبيوتر ساينس اللي مطلوب منه هو انه يعمل ابلكيشن ما بيعمل شيء بالهاردوير. اللي مطلوب من مهندس الاتمته والحواسيب انه يطور الهاردوير. طيب ليش هي الشغله صارت؟ بدايه ما اول ما بلش الكمبيوتر كانت التجهيزات او يعني الهاردوير اللي موجود عندنا كثير بسيط. اذا شايفين الكمبيوتر القديم هو عباره عن شاشه هيك معفنه وكيبورد قدامهم مثل اله الكاتبه. شو البرامج اللي بتتوقعوها يعملها انه هيك نظام؟ حسابيه شغلات حسابيه كثير تمام. هلا طلعوا شوي ليفل مين اللي سبق يا ترى؟ المبرمجين ولا الهاردويرية؟ الهاردويرية لا المبرمجين لأن اجوا المبرمجين مهندسين المعلومات اجوا عم يعملوا ابلكيشن قام علق الكمبيوتر. طب تعالوا يا هاردويرية حلوا لنا هالمشكلة. قام اضطروا انه يصيروا يطوروا المعالج والذاكرة والقصص كهاردوير لحتى يقدروا يجعلوا الحاجة البرمجية للمستخدمين تبع الكمبيوتر. فلقينا قاموا راحوا قالوا اخي خلينا نفصل بشكل كامل بالدراسة دراسة الأتمتة والحواسيب وتطوير الهاردوير لحالها تخصص والهندسة المعلوماتية لحالها. فهلا إذا بتلاحظوا في تمايز كثير كبير بيناتهم ومو بس هيك حتى صار في تمايز بكل تخصص. يعني هلا الأتمتة والحواسيب أو هندسة الكمبيوتر بتلاقوا في لها فروع والمعلوماتية في لها فروع. فالتمايز كثير مهم لأنه عم يخلي التطور يعني بالنواحي المحددة أكبر بكثير من لو كان شرط. بس بالحواسيب والاتمتة ما في تخصص. انا ما بحكي بالمثلية، بحكي بالاختصاص بشكل عام، يعني لما تروح تعمل دكتوراه ما في ولا طالب مثل طالب ثاني او ماجستير او هيك، ما في ولا طالب اتمتة وحواسيب مثل الثانية.
معك دكتوره، هذا سبب التميز. هلا هيني بس بتحكي انه كيف تطور بعدين العلم، كيف صاروا يعتمدوا الابحاث والقصص، بتلاقي هي الفكره بشكل كثير واضح. بس انا عم بحكي انه عالميا صارت التخصصات كثير عم تتفرع. ف يعني اذا فتت بهذا يعني اذا بدك تفوت بس بالهاردوير بتلاقي مليون طبيب بدك تفوت فيه. ايه قصدي مضبوط وصلت، يعني قصدي ما في تخصص. ما في تخصص. ما في تخصص معلوماتيه. يعني مثلا بالسنه الرابعه والخامسه بتاخذ مادتين شبكات، مادتين برمجه، اما مثلا المعلوماتيه في عندك مثلا تخصص برمجه بس تخلل البرمجه. هلا حنحكي شوي احنا انه هندسه معلوماتيه ما لها علاقه بالبرمجه. ايه فهمت، بس قصدي تخصص برمجه شبكات ذكاء صناعي. يعني ايه بس يعني انه هلا البرمجه يعني مو اصبعته صغيره، عباره عن طفره للمهندس. يعني هي شغله اجباري بدها تكون عنده بس مو هي مهمته. يعني هلا هلا شو المواد اللي حتدرسوها اللي هي اذا تورطتوا؟ اول شيء حتحسوها ورطوا عليها هلا ظريفه. هلا الرياضيات حتتفاجئوا انه اول شيء حتفكروا حالكم فيها الرياضيات، في عندنا شيء سبع مواد رياضيات، في مواد الشباب ما حيعترفوا انه رياضيات بس بس عم بيعرفوا رياضيات. حتاخذوا التحليل بانواعه، الجبر بانواعه، الاحتمالات والاحصاء. هدول يعني السنه الاولى والثانيه. في عندنا شوية فيزياء ودارات كهربائية ومنطق وبنية حاسوب، هدول يعني بس تأسيسيات. إنه ما حلوة طالب المعلوماتية يكون ما بيعرف وين المعالج، مو فيزيائيا يعني بالصورة طبعاً، بس ما بنمسكوا لكم هذا المحل. وما حلو يعرف إنه شو يعني ساعة الذاكرة وشو تأثيرها على القصص، لأنه هو ضروري يعرف. يعني هالشغلات تأسيسية فينا نعتبرها. اكيد مع هدول حتكونوا عم تاخذوا قصص برمجه الحاسب، هون حتتذكروا انكم كنتوا بالمعلوماتيه، حتاخذوا شويه لغات برمجه باسكال وسي بلس بلس وشويه خوارزميات اللي هي طرق تفكير، كيف انا بقدر اخلي الكمبيوتر يحل المشكله بعده طرق وبشكل افضل. كمان هون تدرسوها بشكل كثير بسيط، يعني مو مثل ما بتتوقعوا انه هي بدها تكون. تاخذوا شويه انه كيف الكمبيوتر بيرسم، كيف يعرض على الشاشة، كيف هالنقطة عم تنعرض، شو مكوناتها، كل هالقصص. وكمان الداتا بيسز اساسا معاني فيها اللي هي طرق تحسين البيانات واستعادتها والقصص، كمان بتعرفوا هي بتعتبر من العلوم الاساسية. وفي شوية مواد بتحكي عن التخصصات بشكل ظالم، يعني ما بتعرفوا شو هالتخصص عن طريق المواد، بس هن يعني لابد انه يحطوها. في عندنا شيء اسمه مدخل الاتصالات والشبكات الحاسوبية. في عندنا مدخل الى هندسه البرمجيات، في مدخل للذكاء الصناعي. تفضل. صار في منطقة البولياني والله اذا بتعطينا فكره عنها بسيطه. في المنطقه البولياني. هلا ببساطه اكيد كلياتنا بنمشي على المنطقه البولياني. اذا قلت لك هلا احنا ب تفضل هلا احنا وقت كنا عم يعني عم نبلش المحاضره، كان في عنا عم نطبق المنطقه البولياني بطريقه معينه. كنا عم نقول اذا كان في عدد كافي وبلش الوقت فنحن شو حنعمل؟ حنبلش المحاضره. فهون عمليا انا فكرت بهي المساله على انه منطق بولياني، بحيث اني حطيت شرطين، كل شرط بيحتمل يا صح يا خطا، ترو اور فولس، وفي عندي نتيجه، اذا تحققوا الشرطين سوا تقوم بتتحقق النتيجه. فعمليا هون انا عم فكر بشكل كثير منطقي، كل معلومه عندي تحتمل صفر او واحد، ترو اور فولس. اذا في عندي مجموعه عمليات، فعمليا هلا طبقتها انه بشكل بسيط حسب ما حكيت شو فيك تتوقعها. اذا قلت لك العمليات اللي عندي مثلا اند اور نوت مثلا، شو فيك تتوقع عن اللي عملته؟ انه اذا كانت القاعه العدد كافي وبلش الوقت فنحن حنبلش المحاضره. شو فيك تتوقع العمليه اللي انا عملتها؟ ايوه اند انه اذا كان كذا، اذا كذا فانا حاعمل هيك. هي فكره كثير بسيطه يعني الموضوع حيتوسع فبتصير انا اضيف لكل طرف كثير شغلات وهيك يعني بتفصل فيها بالكليه وكثير بسيطة يعني المواد اللي يعني كثير سهلة. احكي شوي بشكل سريع عن التخصصات، أول فكرة اللي بيختلف الكلية عنا عن الطب والقصص إنه نحن مو على علامات التخصص، الواحد شو بيجي على باله بفوت. التخصص الأول هو هندسة البرمجيات. بمرحلة متقدمة إذا بلشت تنشوا بالسنة الأولى برامج، بعد فترة حتلاقوا إنه أنتوا عملتوا ورشة تخبيص، فصار بدها شوية ترتيب وهيك. فبتلاقوا حالكم ارتفعتوا شوي درجة لأنه فتوا بشيء اسمه برمجة غرضية التوجه، وبعدين شوي شوي بصير لازم نحن
اذا في عندنا بروجكت كثير كبير بدنا نرسم مخططات ونشوف الريكويرمنتس والقصص حنحكي عنها بعد شوي بشكل يعني تفصيلي اكثر. فكره هندسه البرمجيات هي شلون المهندس المدني او المهندس العماره قبل ما يبلش بالشغله يروح يرسم مخططات لها بيحللها وبيدرسها بشكل تفصيلي. مهندس المعلومات نفس الشيء بس البناء تبعه شو هو؟ التطبيق اللي حيبني البرنامج. فمهندسين البرمجيات غالبا هم بيكونوا بالناحيه التحليليه والتخطيطيه يعني. مشرفين بناء بمراحل متقدمه اول شيء اي واحد يبلش يعمل يعني موقع. الذكاء الصناعي هلا حيحكي عنه صديقي ان شاء الله مرنزو هذا تخصص يعني يعني لحاله بده اشهر من الشرح. في كثير تطبيقات كثير حلوه. الفكره تبعه انه نحن بدنا نخلي الكمبيوتر شوي ذكي يعني بس انه شوي انه يعني يوقف على رجليه لحاله ببعض القصص ومضطر طول الوقت انا اكون قدامه عم بكبس الزر او عم بتخذ عنه القرار. ففي طرق لحتى نخلي الكمبيوتر شوي عم يحاكي ذكاء الانسان بطريقه يعني ببعض التطبيقات مو باي شيء بده يلا اطلع خلي الكمبيوتر يطلع له رجلين ويمشي مو يعني مو بهالبساطه. في شوية تطبيقات اذا الانسان بده يحلها بده وقت كثير بدنا نستفاد من انه في داتا كثير كبيره الانسان اذا يعالجها ويتخذ قرار عن طريقها بده وقت كثير. الكمبيوتر ممكن يحاكي طريقه الانسان ليعالج هالكميه الضخمه من المعلومات ويتخذ قرار بشكل اسرع ومقبول باغلب الحالات. هلا هندسه الشبكات هو الاختصاص الاكثر عملا عندنا بسوريا لانه ما في شركه او اي مؤسسه الا تحتاجه اللي بيهتم ب كيف بدنا نبني شبكه حاسوبيه بمكان معين بمواصفات معينه شو التجهيزات اللي بدنا نجيبها وكيف بدنا نخلي هالاجهزه تتواصل مع بعضها. يعني مثل نحن لما كبشر نتواصل مثلا باللغه العربيه او الانجليزيه او هيك فهون في شيء اسمه بروتوكولات وبالضبط يعني هذا التخصص بفوتوا فيه بشكل تفصيلي وكيف نظام التشغيل بيشتغل هالقصص. طيب هلا اول شيء انتم حتتوقعوا انه حتشتغلوا مع هيك واجهات كثير حلوه كثير يعني الباسكار اول شيء انه لا كثير هيك انه والله 3D تحسها وكبسه زر وما بعرف شو سوري هالقصص اول ثلاث سنين حتشتغلوا على شيء يشبه هيك مو كثير هيك يعني بس بيشبه هيك انا شاشه سوداء وكتابات انا ما عندي نت على ايفون شيء باسكال فهيك يعني هذا احلى من باسكال احلى بكثير. متطلبات النجاح انه تحط الكتب تصبون انه تحول لروبوت شو بيطلبوا منك الدكاتره تمشي هيك لحتى تنجح بدك تحط الكتب وما تفكر باي شيء اجتماعي يعني لحتى تقدر تتواصل طبعا مو ضروري يعني بس هي شغلات بتحسها بحالك يعني بتحس انه عن جد انا مثل الروبوت عم اشتغل ما عم بعرف ليش ما عم بتخذ قرار اوقات تلاقي 10 وظائف يجوا بنفس اليوم فبدك تحلهم كلياتهم سوا فما بعرف روبوت ما هيك. طيب هلا بشكل واقعي عن جد انه ليش شلون انا بدي استفاد من وجودي بالكليه اهم شغله انه بالعلوم الاساسيه لحدا يقول انه انا مالي رياضيات فما بدي ادرسها عن جد كثير مهمة. يعني شو ما كنت بتتخصص فعم تاخذ مواد رياضية حلوة. كيف ما كان الدكتور عم يعطيها حاولوا انه تدرسوها لحالكم، حاولوا انه تتوسعوا بالرياضيات اللي عم تاخذوها بالكلية تستفادوا منها كعلم كمنطق. هلا الكلية حتلاقوها بتصدمكم بطريقة تدريسها. طريقتها كثير يعني الدكاترة بيعطوك مثلا مسائل واحفظهم ما بخلوك تفكر فيعني نصيحة عن جد نصيحة من مجرب لحتى تستفادوا منها روحوا افتحوا مراجع الأجنبية ودرسوها مثل ما في درسوها من العلم الأجنبي مو من عندنا. هلا ببساطة الحل لحتى نتجاوز هالمشكلة كل ما بيعطيك الدكتور انه عادل احفظه بتلاقي حالك عم تجيب عن جد على ما بتعمل. يعني هي طريقين الطريق الصعب انك تروح تفهم تحليل الثلاثة ليش للدرجة؟ تحليل الثلاثة والله ما رفعت لحد حفظت 80 حفظ كل ما تلاقي معادلة الدكتور مثلا هذا تبع تحليل الثلاثة كان يعطينا اوراق ما بعرف اذا هلا انتم على زمانكم هيك احنا زماننا كان يعطينا اوراق تفضلوا ويعطينا شيء بالمحاضرة كثير سهل وكثير ظريف المادة روح افحص نلاقي عم نشوف شغلات مستحيلة
ليش يطلع عم يجيب من الاوراق مسائل عن جد ما بتنحل الا بيكون في نكشه، يا يعني بدك تكون عالم رياضيات يا عم بدك تكون حافظ المسائل التمرين مثل ما هو. فمثل البكالوريا عم ما بدي شيء يعني عن جد عم تجيبه فوق ال 90 وصافي. فبس انا ما بأيد هالفكره، بأيد انه لا ادرسوها من المراجع لازم تكونوا عارفين ليش دكتور ضافي هي القصص. يمكن امجد هيك بتعمل. طبعا امجد جاب معدلات يعني هيك كثير عاليه بالنسبه لباقي الطلاب لانه سلك سلوك مختلف عن هذا الظريف خالص. هذا اسهل شيء بيعمل الطالب. هلا من ناحيه ثانيه مثل ما قلت لكم انه بدنا مراجع، طيب هي المراجع باي لغه؟ بالانجليزي. فمن هلا اللي بيلاقي انجليزيته ضعيفه وما أنا مستعد انه يطورها عن جد لا يفوت على الكليه. اهم شغله لحتى تكون مهندس معلوماتي تكون انجليزيتها كثير هيك يعني مثل العربي كثير سهل. المراجع كلها انجليزي، بدك تعتمد بشكل كامل على المراجع الانجليزيه. لانه كل شيء عم يدرس بالكليه، الكتب اللي موجوده عنا كلها طعم ببساطه. هلا في حل كثير حلو بلش بالبكالوريوسين، في نشاط اسمه لين نعمله اوقات هون اوبن جمعيه هلا من هيك لحتى كلياتنا نقعد ونتشارك لغتنا وننمي لغتنا سوا. يعني كثير حلو يعني عن جد احسن من مليون دوله اذا الواحد بيفوت فيه واذا كمل النشاط. يعني كنا ماشيين على موقف ما بعرف بسبب الظروف كمان يعني بسبب رمضان وكذا. فهم بس كيف دوره؟ لا لا هو عباره هيك شلون هيك قاعده كونفرزيشن يعني؟ مو شرط كونفرزيشن ممكن نعمل كونفرزيشن. هلا هو عم يتد عم نعمله باكثر من طريقه. هلا شلون حاضر؟ بس ركني مع حضرتك حرام خلص اذا سمعت بشي لين لا تروح على حالك، حضره بس على القليل مره وشوف شلون. هلا عم يصير في شويه تشارك يعني يعني نحاول نلاقي طرق افضل لحتى نستفاد من المعلومات بشكل اقتصادي. بس كثير حلو عن جد بيغنيك عن دورات اذا استمريت. هلا مثل هاي النشاطات نشاطات الاركولوجيه هي اهم شيء برايي لحتى الواحد يطلع شوي عن طالب النيرد اللي ما له علاقه بالعالم كله وما ما عم يعرف يعمل شيء الا اللي عم يطلب منه. فاهم يعني احسن حل انه يتشارك هو ورفقاته بالمعلومات اللي عم يقروها المعلومات اللي عم يتعلموها وهذا القصص. ففي نشاطات كثير عم تصير عن طريق الشباب الاركولوجيين كثير حلوه. تطلعوا انه شو عم ينعمل برا، عم يجيبوا عن جد مشاريع مستحيل تحلموا انه تشتغلوا فيها لحالكم. هلا في الاردوينو هو نشاط له يعني قريب شوي بالاتمته والحواسيب، بس كثير حلو اذا المعلوماتيين فاتوا فيه بفوتوا شوي بالهاردوير. يعني هذا احد النشاطات اللي اذا لحالك بالبيت بدك تطبقه مستحيل لانه في هاردوير ما بيتامل معك. يعني الشباب لما عم يجتمعوا عم يلاقوا طرق يجيبوا فيها هيك هاردوير من برا وكثير عم تعطوا تطبيقات حلوه. بس الفكره بس بدك انه تطلع من البيت تقوم على الكمبيوتر وتختار. ما كثير هي الشغلات بتساهم بانك تتميز عن غيرك. هي الحل شارك في نشاطات الكمبيوتر. هلا عمل بعد التخرج هذا الفخ كمان مثل الفخ اللي قبل انه تفاجات مره صار عن منتدى الكليه نقاش عن شو الرواتب اللي متوقعين الطلاب. فكله صار يضرب 50000 100000 بعد التخرج. عم طلع اول واحد يتخرج يا شباب والله ما عم يعطيني اكثر من الرواتب قبل. طلعت المشكله انه مو مثل ما متخيل. فكر حاله المهندس اول ما حيطلع حيلاقي المصاري هيك عم تلعب لعب. هذا موجود هيك زلمه بس مو هذا المهندس عم يخرج عم يعمل طلب من الكليه اللي عم يطلع لبرات نطاق الكليه وعم يحاول يشتغل بمواد الكليه وشي برا. يعني عم تعمل خبره عم تطلع على برا. لا الدورات مو بس الدورات مثل الكليه بدك يعني اذا دورات انت بدك تعطيها. فهون بلشت انت تطلع عن النطاق تبع انه ايه اعطوني شو عملت هذا بدك تطلع بدك تحاول انه تكون يعني انت تحاول تبتكر تحاول تلاقي افكار تلاقي مجموعات تنضم لها. في كثير مشاريع ممكن تنعمل اونلاين تشارك فيها يعني في كثير طرق. فهي لها محاضرات طبعا بس اوعكم تبعوا بهذا الفكر لانه هون غلط. في ناس بتفكر حالها تطلع بيل جيتس في ناس ستيف جوبز كمان غلط. في هذول تعرفوهم؟ تبعت جوجل هذا شو اسمه هذا نعرف ايش هذا شو
السي سي اول او اس ما بعرف. المهم هدول كمان مو بعد ما تخرجوا، نحن مفكرين انه اول ما تخرجوا طلعوا هيك. طيب من غير كم سنه عم يشتغلوا بجوجل سخره بدون ما يجيهم مصاري. بس شو كانوا عم يعملوا؟ عم ياسسوا تاسيس صح؟ عم صاروا هلا 40 مليار دولار يمكن ميزانيتها جوجل، اكثر من ميزانيه الاحجام تبع مصر. لا استغرب من وين جايبها البصم. هي المعلومات. هلا مثل ما قلنا انه لازم الواحد حتى يقدر يستفاد من الشؤون الكليه لازم يشارك بنشاطات تطوعيه، اذا فيك تلاقي تدريب بكليه بشركات لها اسم شوي يعني جرب، ممكن ما تعجبك الكليه ممكن تلاقيها خبيصه، ممكن بالشركه تلاقيها عم تشتغل بشكل خبيصه، اتركها وروح دور على شركه ثانيه، العطل الصيف كله لا تتركه، روح جرب شيء عملي وفوت بنشاطات بتلحق، نشاطات عم تصير المساء مثلا الصبح روح على شركات حاول انه يعني تتدرب لو بدون مصاري، بس هي شغلات كثير مهمه حتى لما تطلع تتخرج ما تلاقي حالك كثير بعيد بين الواقع وبين الشيء اللي تعلمته، هي شغلات ضروريه حتى تقدر تشتغل بعد. هلا احكي بشكل سريع عن مهندسه البرمجيات، وانا ما كثير بحبها فما ترك لها كثير وقت. غالبا بتلاقوا مهندس البرمجيات هيك بروح على البلور بيقعد في كريبتو لا مو خوارزمية في بيرسون انه والله نحن عندنا شو عندنا؟ في عندنا مهندس برمجيات ما في ميت باقي ذاتي لانه كثير كانوا يوصفوا الذكاء انه طرف علمي فانا بقول هدول كمان طرف علمي. لا عن جد هي شو هندسة البرمجيات؟ من كلمة هندسة هي أكثر اختصاص بالكلية تستحق انه اسمه هندسة من ناحية الفكر الهندسي تبع مثل هندسة العمارة تبع انه هو شغله كله مخططات، بصير النظام كلياته اي تطبيق بيمر بمجموعه من المراحل، كل مرحله في لها مجموعه من الخطوات لحتى بده يمشي عليها بشكل كثير يعني واضح، وكل شيء وصفه عن طريق مخططات وهيك قصص. طيب ليش القصه؟ يعني ليش العتاد؟ ليش العتاد برايكم؟ شو برايكم مثلا انا لما عم اشتغل بهيك فانا شو الحاجه اللي خلتني اقعد اخطط؟ اول شغله تنظيم مشروع لانه مشروع كثير ضخم، فكل ما ضخم المشروع كل ما صار في عدد كبير من المبرمجين صار شو بده؟ صار بده شيء مثل ستاندرد بيناتهم، صار بدهم شيء بعد شهرين ثلاثه وقفوا والله ما عرفوا شو بدهم يعملوا، شو بيرجعوا؟ للمخططات كلياتهم، المخططات هيك كانت عم تقول نحن هيك كنا متوقعين، بيروحوا بيقارنوا بين الشيء اللي خططوا له وبين الشيء اللي طلع معهم، مع الخبره بصير مخططاتهم ما بدها اعاده بناء. المهم المهندس البرمجيات بيروح بيشتغل بشغلتين، تحليل النظم وتصميمها والتخطيط لها، هي اول شغله، وثاني شغله هي اداره البيانات الضخمه، انه اذا في عندنا شيء اسمه داتا وير هاوس يعني الاماكن اللي التطبيقات الضخمه عم تستخدم البيانات منها، مثل جوجل وين عم يحط بياناته؟ بسيرفرات، لو سيرفر واحد بركي يحترق هذا البناء، لا في عنده عدة نسخ، طيب مين اللي عم يشرف على عملية التبادل تبع البيانات والقصص؟ إلها علاقة بشيء اسمه شبكات، إنه كيف عم يصير الكونكشن، إلها علاقة بالبرمجيات إنه هو عم يخطط كيف عم يعني كيف عم يتواصلوا هدول السيرفرات اللي فيهم أكثر من نسخة لحتى إذا واحد عدل منهم هداك اللي بجيبه لك يشوف التعديل نفسه والقصص يعني. فمهندس البرمجيات غالبا هو ما له مبرمج عمليا مبرمج بده يكون عم يشتغل تحته، بس الفكره انه هو ما هو مبرمج بالعمل، بس بالكليه اكيد هو مبرمج، لانه اذا بدك تروح تقول له المبرمج اعمل هيك وانت ما بتعرف كيف تنعمل هي فحيصير العمل خبيصه، فبالكليه اكيد مهندسي البرمجيات عم يدرسوا برمجه بشكل تفصيلي وبشكل كثير كبير، بس اغلب عملهم عم يكون بشكل هاي ليفل، لما عم يتخرجوا مو مباشره عم يشتغلوا، بدهم يشتغلوا بشركه بالاول يفهموا شو يعني نظام كبير ضخم عملي، شوي شوي حتى يقدروا هن يحلوا جميل ويخططوا. غالبا الشركات شفت الشركات الاوروبيه عم تطلب على الاقل 5 سنين لحتى يعتبروا هذا انسان يعني خبير، اقل من 5 سنين لسه ما فاتوا الشغل تبع الشغل. فهي بعد التخرج عندها 5 سنين اذا مهندس برمجيات اذا عم تشتغل مهندس برمجيات عندها 5 سنين خبره يعني هي ضروري. هدول حكيناهم في عندكم شي سؤال عن الشيء اللي حكيته؟ حدا قلب معي معلوماتي؟ طيب هلا زميلي محمد حيحكي عن الذكاء الصناعي، انا تجاوزت وقتي وقتها، فاذا بتحب تحكي يعني
هلا ان شاء الله لاقوا شيء حلو. في سؤال؟ محمد. انا احمد حكيت معي. ايه انت سجلت مكاني تشوز اوت لهون؟ ما ان شاء الله حتفكر. عايزين ده. عايزين ده. طيب محمد. نعطيك معك. هذول بيعمل عليهم مثل
يعني انت بتشتغل ايه لابتوب؟ بنرفض اذا انت يعني انت ورفيق لك كثير بتحكوا مع بعض او كثير بتعمل بوست لعنده او هو بيعمل بوست لعندك، هون رح يعطيه هو افضليه انه مثلا يطلع على البوستات تبعاته قبل واحد انت ما بتتواصل معه. بنرفض اذا انت عندك 400 رح يحط لك 400 بوست مثلا، بنرفض كل واحد بيعمل بوست نفس الدي؟ لا اكيد لا، هو رح يعمل مثل كانه رح يكتشف مين هو الاهم لإلك ويحط لك اياه بالاول، تمام؟ لانه هو عنده مساحه محدده بالنهايه. مثلا هون يعني مثل هو بيستخدم كل شيء مثل اسمه جرافس، يعني مثل كانه عقل لنفرض يعني دوائر هن كل واحد بيعبر عن شخص وبربط بيناتهم كيف بده كيف بده يعطيك بريفرنس على كيف بده يعطيك تفضيل على شخص انا اكثر. فالكونتر كريتيسيزم عن فيسبوك بهالموقع في رد كمان شغلات حلوه انه عن 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 شغلات ضد الفيسبوك. كان في كونتر فاكت كمان كثير حلوين دول كان شوي منهم هلا مثلا لاحظوا الالكشن هلا تبع امريكا الانتخابات هلا بين ميت رومني وباراك اوباما، مثلا لاحظوا ميت رومني دافع يعني عامل ريزنج لمده كم هندرت من مليون بس مشان يشوف والله العالم يلي ممكن ينتخبوا تصور عن طريق فيسبوك، تمام؟ من هو اتجاهاتهم السياسيه من هو ديانهم. لاحظيها هدول كل القصص هي كيف بتتساوى؟ هي ثلاثه بذكاء صناعي مثلا بدي اعمل مثل نفرض خوارزميه مثلا ذكيه تقعد تكتشف له من هن العالم اللي ممكن يصوروا له، تمام؟ وبدور يركز عليهم اكثر من غيرهم. يعني الذكاء المنشغل فيها كمان يعني فظيعه. مثلا في عندنا شيء اسمه بوتس للذكاء. في عندكم شيء اسمه تشاتنج بوتس بتروح على هالموقع بتلاقوا هذا هو شكل الموقع بتنزل بتصير. مثلا لحظه انا عملت معه تشاتنج، هلا هو مثل كانه شخص عم بحكي معه بس هو ما شخص، هو كمبيوتر عم بحكي معي، تمام؟ لاحظ مثلا انا قلت له هاي مان، هلا كل شيء انا ازرق هو انا البرتقاني هو هو. قلت له هاي مان، قال لي ار يو هيومن؟ قلت له والله انا اي ام مي. قال لي اي ام مي لا هو قال لي اي ام اي قال لي هل انا حالي؟ قلت له انا بعرف انه انا مو انت. قال لي اكيد انا. قلت له مين انت؟ عمل لي روبوت. قلت له يور لايك كذاب. عمل لي اكيد ماني كذاب. قلت له اثبتها. عمل لي كيف؟ قلت له انت قل لي. قال لي انا والله ما بدي ما كثير يعني. قلت له تو بي وات؟ عمل لي هو قال لي اي دونت انتند تو بي. قلت له انا تو بي وات؟ قال لي جاست تو ليف اكزيست اكسبيرينس لا يعيش ما بعرف شو. قلت له بترجع بكذب. قام قال لي اي ام نوت انه انا ما بعرف كذاب. قام قال لي كمان انه انا غالي برا. قام قلت له انا ما سالتك اذا كنت برا ولا لا. قام قال لي وات وير يو اسكينج؟ قلت له شو كنت عم تسال؟ هون بلش اشتبه. لحظة هو روبوت ها؟ اي بس هو مربوط عنده باحد الداتا بالظاهر زي ما كمان ملاحظة ماني والله يمكن هو على اكيد يعني لا صار اي كمان فكره هي فكره اللي قالها يا طارق مثلا انه هي كمان وينها؟ اي مثلا انه قال لي انا مالي ما عم كذب انا مالي نفرض تنسى مثلا انه هي كفو رابطهم معه مثلا بيعرف انه هو مثلا كذب لا نفرض عم هو مثلا انه قلت له انا ما انه ما انه انت عم تكذب لما لا هو رابطهم مع بعض التنتين هو ما رح يكذب ما ينام تمام؟ يعني هذول مثل نوع من الربط الذاتي لاحظوا؟ يعني مثلا لاحظوا عامل معي كونفرسيشن كامله بدون انا ما اعرف اذا هو روبوت ولا لا تمام؟ هو كان في تجربه من زمان هي يعني صايره انه هو يضل يعني يساوي مثل بوت لهذول هذا بنسميه اسمه بوت مثل بوت يقدر يحكي مع الانسان لمده دقيقتين ورا بعض بدون ما يكتشف الطرف يعني انسان اذا هو روبوت لما انسان تمام؟ ويظبطه مثل هلا بالجديد هلا بيقعد معك ساعتين عم تطلع عقلك فيهم مثلا في عندكم جود ريدز مثلا اذا مشتركين بهذا الموقع بتلاقي في عندكم هذا الشيء اسمه هوم مثلا ما بعرف حدا مشترك فيه مثلا مثلا هو عن موقع كتب تمام هل هذه الكتب انت مثلا بتقعد تشوف مثلا بتعمل ريتنج على الكتب يعني بتعمل تقييم لكتب انت قريتها او شو بدك تقرا كذا هلا هون شو بيقول لك هو مثلا بده يعرض عليك كتب انت تقراها لنفرض انا عملت ريتنج مثلا لشيء مثلا هون مثلا مثل خصوص ثينك توب يعني مثلا عملت ريتنج لخصوص ثينك توب لنفرض من انماط مختلفه هلا هو هون مثلا بيجي بيقترح عليك الموقع كتب جديده انت تقراها مثلا هي الكتب الجديده كيف بدك تقراها هو بيقترحها بشكل عشوائي لانه ريتنج
اكيد لا، لانه هو انت ما يمكن يعطيك كتب، يمكن شيء 100 كتاب انت ما تهتم فيهم نو ابدا، مثلا التاريخ انت ما تقري ولا كتاب تاريخ ولا تحب التاريخ، ليش يعرضك تاريخ؟ تمام؟ هلا هو كمان مثلا بخوارزميات ذكيه بياخذ مثلا اللي عامل لهم ريت، بشوف انت شو بتحب، نفرض شو هو الكونتنت فيهم، مثلا انت كثير بتحب مثلا تصوير شخصيه، بتحب مثلا او مثلا بتحب تاريخ، بيجي على اساس هدول اللي انت عملت لهم ريتنج بيطلع لك كتب جداد يمكن يوافقوا، تمام؟ هلا هو هون الفكره مثلا، هلا كل ما زدت انا الريتنج شو راح يصير؟ راح يزيد ذكاء، راح يصير يعطيني كتب احسن، تمام؟ لانه هو عم بيعرف شو بدي اكثر. بالموبايل مثلا شايفين سيري؟ حدا سمع عن سيري؟ طبعا سيري تبع موبايل، يعني انت بتحكي مع موبايل وتقطعه ايفون، هلا كمان في جيلي مين هو احسن اندرويد. انت بتحكي مع مثلا مع الفون هو بجاوبك مثلا بتقول له احجز لي بقى مطعم، انت مسك بتقول له يعني احجز لي بهذا المطعم، هو بيقول لك اوكي وحجزت لك، بيبعث ريكويست لعند المطعم، يعني بيبعث طلب بيقول لك اياه. بتعرف انا شو عم بحكي؟ عم بحكي معه بلغه وحكيه، ما عم بكبس زرار بقول له روح احجز لي مطعم، بتقول اوكي وما بعرف شو. لحظه هون مثل هي هلا مثلا مثل هي العمليه مو بهالسهوله، انه مثلا مثلا انا عارف الجمله، بدي اعرف كمان المنطق تبع الجمله، تمام؟ بالالعاب اكيد شايفين كروسس 3 او ميدل وير 3 او مثلا باتل فيلد. لحظه مثلا مثل هي الصوره، هي مثلا صوره من لعبه، لحظه ايش الجرافيكس فظيع. هلا الجيمنج كمان الذكاء بيحتل مرتبه، يعني جزء كبير من الجيمنج فظيع اكثر شيء. مثلا جيمز بوت مثلا انت وقت عم تقاتل هذا لهون ما تنبغي شيء عم تقاتل شيء نفرض انت بلعبه مثلا مثل فيرست بيرسون شوتر هدول عم تقاتل شيء زلمه، هلا هذا الزلمه كيف عم يتحرك؟ كيف عم يتخبى؟ تمام؟ هلا هدول كلهم شيء اسمه جيمنج بوت، هلا لحظه هون الذكاء هو اللي بيقول له كيف يتحرك او كيف مثلا يستخدم سلاح ضد غير سلاح، تمام؟ مثلا لاحظوا هدول الفرق بين هدول الصوتين، هلا واحدة تساوي على الكمبيوتر والثانية حقيقية. أنا حقيقية. يعني شنو؟ على اليسار. ما تعرف أنا حقيقية. أنا حقيقية. على اليسار. يمكن ما أطلع أكثر من هون ومن هون. بس لاحظوا قديش فظيعة الصورة هاي كرايسيس. الفكرة هلا الجيل اللي طالع على فكره بس وقتها 100% انه هو اذكى منا، يعني نحن مثلا اذكى من اللي قبلنا، اللي هلا جايين بعدنا هن اذكى منا، كل مره عم يزيد ذكاء الجيل بشكل عام. حطوا ايدهم ما بعرف. عن جد هو عن جد انتم بتستغربوا قديش انه صار اذكى منا. او مثلا قديش بيقدر يتعامل مع تكنولوجيا، مثلا هلا بنت اختي مثلا عمرها قديش 6 سنين. عمره 3 سنين بتستغربوا قديش مثلا بيقدر يتعامل، يعني مثلا بيقدر يمسك موبايل ويلعب لعبه مثلا كدروا بتعرفوها؟ اه مثلا مثل ما قصدكم ماريو بيعرف يلعبها بشكل مو طبيعي، عمره 3 سنين ها بيعرف يلعب على الموبايل، بيعرف يفتح كمبيوتر ويفتح رسام ويرسم، او مثلا يلعب على ماريو، بيعرف يلعب على الايباد، يعني يفتح الايباد بيقعد يصور بقيم، بحط عمره 3 سنين ها. لاحظوا كمان الفكره اللي بدي احكي عنها كثير هي مهمه، انه مثلا من قبل كانوا مثلا الاب مثلا يقول انه في فرق بينه وبين اولاده، تمام؟ انه هن جيل وانا جيل، هلا عم نحكي انه انا مثلا اللي عندي مثلا المفروض 20 سنه عم يفرق عني هو اللي عمره 3 سنين، يعني عم تصغر الحيز، يعني الجيل عن جيل كثير عم يقل، يعني انا عم بقول عن ابن اختي انه هو غير جيل صار. لاحظوا مو انا وقت تكون عمري 40 سنه عم بقول عن ابن اختي انه هو صغير انه غير جيل، لاحظوا عم بيقل فرق الاجيال. هي مثلا انه هلا الشركات غالبا عم تروح باتجاه انه تعمل مثلا الالعاب اكثر لنفرض ادكتد، يعني انه انت تصير اكثر يعني تقعد عليها اكثر، انه بتصير بدك تلعب فيها اكثر، بدك تلعب فيها اكثر، بدك تلعب فيها اكثر. هلا هي انت تمام بدون ما تحس انا عم يعطوك محتوى انت تضل متعلق فيه، تمام؟ نعم. او مثلا لاحظوا هلا هي مثلا صوره من الايباد لا ترتبط بالصوره هون مثلا كان في تطبيق انا منزله هو لعبه، اوكي؟ هي جيم. هلا الجيم هو شو عم يقول لي؟ هو بشكل ما له واضح كثير، هو عم يقول لي انه هلا انا ما كنت لعبان اصلا يمكن شي جمعه، بعدين حط لي هي او مو جمعه يمكن يومين ثلاثه، قام اعطاني هي نوتيفيكيشن، اعطاني انه والله في زلمه انت كنت عم تلعب معه كان عم يحكي عليك بشكل سيء، روح سابه. يعني لحظه بضل بيذكروك انه انت لازم تلعب، لازم تروح على هي اللعبه. هلا ليش هون؟ في عندكم شيء اسمه او مثلا هي مثلا بالفيسبوك
لاحظوا مثلا اللي نسبة اعمارهم بين 13 و17 شيء، نسبة 20% هي عم تكبر هي الفئة، تمام؟ يعني انت عندك 20% عمرهم 20 13 و19 بين 18 و25 كمان عم تاخذ بنسبة 26، يعني قريب نص لحالهم هدول، هي اكثر فئة هي بتركز عليها بتركز عليها الجيمنج. مع انه اذا انتوا مثلا اذا بتعرفوا هو متوسط اعمار الجيمرز مثلا متوسط اعمار اللاعبين يحسبوا قديش؟ 50 ما بتتوقع انه هو مثلا بتذكر 2 شيء 33 يعني لاحظوا كمان كبار بيعرفوا هي مثلا هي شوفوها فظيعه هي في توك عندنا بس ما عاد بتذكر شو التوك يعني مو كثير كان في شيء اسمه مثلا شيء اسمه فيرتشوال ماني لاحظوا مثلا بتعرفوا الفارم فيل هي اللي بعثوا لك 50 ريكوست عليها مثلا اعمار اللاعبين مثلا من الفارم فيل هو 43 years old اعمار شو اسمه الفارمرز الحقيقيين هو 57 years old تمام هو انه اللي عم بيلعبوا بالفارم فيل هن اصغر من اعمار شو اسمه الفارمر الحقيقيين هلا هون في عندكم شيء اسمه مثلا لاحظوا الافرج سالري 50 بلس هون 35500 انه عم بيقبضوا هذيك اللي عم بيلعبوا باللعبه اكثر ما يقبضوا العالم الحقيقي، هلا الفكره في عندكم هو شيء اسمه مفهوم الفيرتشوال ماني انه الماني اللي انت ما بتكسبه بس بتكسبه بالالعاب، او مثلا اذا رحتوا على سيند ليسنس في ليسنس في نسبه كمان منها للفيسبوك كمان هون انه انت بتقبض شو اسمه فيرتشوال ماني، هلا فيرتشوال ماني هو في عندكم توب كامل عليه كان حلو بس ما اتذكر شو اسمه مش عارف محطته هو بيحكي لك انه كيف مثلا رح تتجه حياتنا لتتحول لفيرتشوال ماني لحتى نكسب فيرتشوال ماني عن طريق الالعاب هدول بعدين نحولها للريل ماني يعني في الشركات بتقول لك مثلا اذا كسبت 50000 باللعبه رح نعطيك مثلا 2 دولار حقيقيات تمام؟ هون عم ينتهي المفهوم هذا كثير شيء له بحث طويل عليه انا قصه هلا الشركات هي بتحاول مثلا انه بعدين تصير انه مثلا تروح تاخذك على اللعبه عن 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 للفيرتشوال ماني هلا في عندكم رحنا عملنا مشروع هاي السنه عن كيف انه مثلا تخلي اللعبه تغير محتواها يعني مثلا انتم عندكم في لعبه العاب بشكل عام تجي جاهزه مفضل خالصه انت بتجي تلعب فيها براحة 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 وخلص تمام يعني الفكره احنا كان بدنا نعملها اولا هي هلا اكثر شيء اخذت حيز جيمنج انه رح نعمل لعبه بتغير محتواها يعني انت وقت تلعب مرحله تصمم مرحله جديده انت عندك يعني انت اللي اللعبه اللي رح تلعبها غير اللعبه اللي حيلعبها الفئه غير اللعبه اللي حيلعبها هو بس اول شيء رح نعطيك التطبيق هو التطبيق لحاله بيقول لك مراحل تمام هلا هذا كيف توليد المراحل هو على اسلوب لعبك مثلا انت كثير بتحب النط ونفرض او بدون العاب تعطوي مثلا بتحب تستخدم سنايبر قناصه اكثر من رشاش او هيك رح نولد لك مرحله جديده على اساس هالشيء مثلا اذا كنت بتحب قناصه مثلا رح نولد لك مراحل فيها مرتفعات كثير مش هتقدر تقنص منها تمام هلا هي مو بس على مستوى اللعبه على مستوى لعبه فيرست بيرسون شوتر في عندكم على مستوى غير كل الالعاب بتصير على مستوى مثلا العاب سينز على مستوى العاب 2 دي بلس لو احنا عملنا ايفنت عليها بالجامعه اخذنا تطبيق عليها مثلا هي اذا شايفينها هي مثلا كونكت اذا بتعرفوها اكيد عندكم بتعرفوها كمان مثلا انه انت بتعمل جيستشر مثلا اذا لاحظوا انه هون مثلا هي عم تعمل هيك عم لاحظوا المي شو صار فيها من هون بياخذ كمان هي مثلا بتعرف على حركات الجسم كيف عم يمشي مثلا هدول لاحظوا انه هذا مثل شعاع عين عم تيجي قدام بعض عم عرفت انه انا ساعتها لازم يكون عم هيك شكل كثير هدول قصص بتفكر فيهم اه مثلا هي اللي لعبت معنا هيك كم منظرها هلا هيك تساوي هيك شغلات فيكم تساوي هيك شغلات بالجامعه تمام يعني مش شيء من ضرب الخيال هيك هيا هلا مثلا في عندكم انتوا ما بتتخيلوا قديش 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 الكوميونتي تبع الجيمنج فظيع يعني مثلا الكوميونتي يعني مجتمع الجيمنج بخوف حتى لو تجاوز من سنتين تجاوز تبع الفيفا يعني هلا صارت مبيعات الجيمنج يمكن ما بعرف كم بليون اكثر من هوليوود سوق اقوى من سوق هوليوود اقوى من سوق شو؟ هوليوود اه هوليوود ايه هلا مثلا في عندكم مثلا انتم كمان بتخيلوا قديش مثلا العالم بيحبوا يكتبوا عن القصص، مثلا اذا بتعرفوا الورد اوف وور كرافت هي لعبه اون لاين، مثلا لاحظوا قديش عدد الارتكلز فيها الويكي تبعها 800000 وعم تزيد طش يعني مثلا كيف تمشي بهي المرحله؟ كيف لازم تفوز فيها؟ بخوفوا في توك كامل عليها، يا ريت تكون يلا في توك كامل عن 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 وورد اوف وور كرافت في عندكم كمان احنا في عندنا شيء مثلا اسمه ريكوجنيشن مثلا اذا عندي دوله بتعرفون هيك بتلاقى في يعني صار تقريبا بس تختلف بدكم مثلا اذا انا كتبت حرف اي هو لازم يعرف انه هذا حرف اي مثلا لاحظوا دول الاشكال كلها مو مثلا انه هذا تعرف عليه والباقي لا
دون مثلا في عنا شيء اسمه facial expression انه مثلا عارف حد لاعب مثلا نحن هذا كلنا مصورينه نحن ضمن الجيم مو عم بيلعب الجيم مثلا اذا عصب من كونتنت يعني مثلا اذا طلع له شيء وحش كثير تعب منه مثلا بحكي عن بيس نحن كلياتنا كنا عم نصوره كمان مثلا مثلا بنعرف اذا هو عبس مثلا هو هذا كوم عادي اذا هو عبس مثلا بنعرف انه وقت كان في عنده طلع له وحش هو عبس مشان وقت مولد له مرحله جديده ما طلع له مثلا هذا الوحش تمام طلع له غير شيء في كمان روبوتكس هو يمكن انتو اكتر شيء اخذين فكرة عن ذكاء هو روبوتكس هو لحظة لهذا لحظة لتلح كم روبوتكس روبوتكس في جزء منه لازم تنقع طريق انه في عندي بالذكاء في عندي رسالة شيء في اختصاص تمام هلا مثلا بالروبوتكس في عندكم شيء اسمه ليجو هدول مثل من ليجو شركة يعني من شركة ليجو روبوتات فيك انت تصمم فيها عدة اشكال يعني مو روبوت واحد هذا كمان يعني هذا حقه قبل ما يكبر سعره بيحقش 15 هلا هو كسعر 15000 هو مقبول كضمن روبوتات هيك هو يمكن في التوكس دول جايبينهم ما بالاتلتيو الحراسي في توكس كان متذكر شفتهم شو قصدك توكس يعني مو توكس مو توكس يعني بالجمعية في مسابقة تمام يعني في عنا في عنا من سوريا في اصلا مسابقة عالمية تمام في عنا من في عنا من سوريا اللي بتحب دول خاص صراحه فيني غير شكلها فيني ساوي تمثيليه فيني ساوي مثلا حتى فيني برمجه لحتى هذا هو قبل برمجه يعني مثلا فيني برمجه اذا كان في عندي ثلاث طابات ينقي لون احمر او مثلا يروح من نقطه لنقطه مثلا اذا جبت كاسه مي تعالوا هدول كمان هذا توكس فتيت بدي احط صوره وابطه مره هدول لاحظوا قديش حجمهم انتم بعدين قديش حجم هذا الروبوت قديش صغير هذا الروبوتس هدول على شو اسمه وانا ما عارف فيديو ما بحبهم الفكرة منهم انه مثلا فيهم يتعاونوا مع بعض يعني مثلا فيني لو اعطيني تشكيل 8 حرف 8 مثلا اذا كان في عندي 20 رح يدوروا وين بعض بشكل 8 بدون ما يضربوا بعض لاحظوا في عندي 8 بالنص في عندي نقطة تقاطع رح يمروا بينات بعض لاحظوا بكل سهولة بدون دول لاحظوا دول قديش كوادرات صعبة او مثلا اذا بدي اعمل يمرق ضمن حلقة يجي روبوت يمرق ضمن حلقة لاحظوا هو بده يعرف وين مكان الحلقة لازم يعرف قديش السرعة لازم يمشي فيها لازم يعرف قديش سرعة الهواء اللي هي معاكسته عشان ما ينحرف اظن هذول كله بيرسبتور يعني مثلا هذول في عندكم هلا الروبوتات اللي مثلا بتعرف سيلف اويرنس انه هي بتعرف حالها يعني مثلا لاحظوا هذا هو هذا شو اسمه المراية هو عارف حاله انه هذا انا او هذول مثلا الروبوتات هذول الروبوتات انه كثير صارين انه عم يخلوني شو هو كشكل الانسان وكمان كطريقه تخاطبه يعني كيف تحكي معه بصير كمان مثل هذا البوت بس هذا بصير تحكي معه حكي تمام؟ لطيفه كمان هذا فيديو لتلت كيوريوسيتي اكيد بتعرفوها بتعرفوها ولا كيوريوسيتي هاي سخيف فضاء اللي نزلت هلا على المريخ وصل اسبانيا الفكره من هذول انه مثلا هي حقيقه هي صارت هذول كنا نشوفهم انه يكون في عندهم دفع عكسي تمام هلا انت ساووها وكمان شوف في فيديو جنن اذا بدكم كيف ساووها كمان شوفوا اذا بدكم هي مثلا انه هو لازم مثلا يخترق الغلاف الجوي المريخ بعدين يفوت مدري وين بسرعه بعدين لازم بلحظه معينه تنقام شو اسمه قطعه تحتانيه بعدين يعمل باراشوت ما بعرف شو بعدين تنزل هي بعدين يعمل دفع خفي هلا لاحظوا هو في هو قالوا انه في عندكم فرق سبع دقائق بين سبع او ثمان دقائق بين اتصال بينه وبين المريخ اذا بتبعت مسج من عندي عندي عند المريخ بسبع دقائق الفكره انه هي العمليه معناتها كلها شو بتصير؟ كلها لحالها بتصير لاحظوا لانه انا ما في له مثلا وقت تصل لهون بعد سبع دقائق يكون هو خبط له افتح هي مثلا هي كلها بتصير عمليه شو اوتوماتيكيه هي عمليه اوتوماتيكيه هي لازم مثلا وقت تصل مثلا لسرعه معينه لازم تنقم هي القصه لازم وقت اوصل لارتفاع معين لازم تنفصل القبه عن الروبوت هلا هدول كلياتهم كمان ذكاء لاحظوا لانه انا لازم اعرف قديش السرعه لازم اعمل قديش بجمل يعني هون بتنزل هو بده يعمل في عندكم شيء اسمه بيك هيتنج وانتم بتحطوا كروب كلاب سوي لازم يكون في عندكم تصلوا لاعلى درجه حراره بعدين ببلش عندكم ديكلريشن انه مثلا هو بيقل السرعه بيقل التسارع هلا كيف بيقل التسارع كمان على هو الروبوت انه بيعرف قديش السرعه الحاليه لازم قديش يقللها بنسبه معينه تمام هدول كله هو بيتحكم فيه لحاله من لحاله حتى في عندكم هي قريتها فظيعه بدر هو مشكله قبل كل يوم انه الكيريا هي شكلها مش عارفينه وقت زي هيك قطعت
انه هاي القطعه مجهزينها كمان بالاي اي سيستم انه هو بيقدر مثلا بيوقف عن كل حجر المفروض اذا حجر هيك غريب لقاه او قطعه تراب المفروض غريبه لحاله بيعمل انالايز يعني حاله بنلحظ مو انا بقول له مثلا شوف هذا الحجر تمام هو لحاله بيوقف عند ابنه يعني بياخذ سامبل لاحظوا مثلا في عندكم هذا الزراع بيوقف على قطعه بياخذ بعدين بيرجع بحط هون هو ما انا بين كثير في عمل لعبة حتى بالانجري بيرد عملولها شو اسمه بلوجين خصوصي لك هلا مثلا مثل هدول الالعاب انا حاطط يمكن صوره عليهم هلا بجيكم كمان هلا عفوا صوره عملت فيه مثلا في عندكم شيء اسمه اوتو بايلوت الاوتو بايلوت مثلا هو روبوت يمشي لحاله تمام انا حطه برنه هو بيمشي هي صايره في عندكم سباق هذا 2004 صار بين اربع مدن كان 150 مايل تصور 150 مايل بتقطع الروبوتات لحالها بدون ما يكون متصل مع شيء يعني انت بتحطها اول طريق اللي بدي اياها بدي اياها تصل لهذيك النقطه تمام؟ انا قلت كان في شيء تمام؟ لاحظوا كان في لها 2 مليون دولار يعني بفوز بس يكون مكلفه بلاوي مثلا هو مثلا لاحظوا مثلا مثل هذا الطريق هو بيعمل له كيف بده يمشي فيه هو هذا ضمن البرنامج كيف لازم يعرف العوائق مثلا لاحظوا مثلا انه هذا هون بديش لازم اعرف بديش السرعه اللي بمشي فيها بديش الدور او مثلا عندكم تبع فولفو اذا شايفينه تبع مثلا اوتو بريكنج سيستم انه انا بدي اعمل بريكنج يعني كبح لحالي السياره كان كبح كل ما اشتغل فيه هلا احنا او مثلا هي يعطيك انذار مثلا اذا واحد يعطيك دغري انذار انه عم يقرب عليك شخص هلا احنا عملنا مشروع كلية هذا هو كان عن تطقن زميل كمان هذا هو مشاريع كلية لحظة يعني كنت صار صورات حلوة بالكلية ما كنت نفس فيه سولو جيكس أحسن مثلا فيك مثلا هون احنا عملنا مثلا محاكاة للنظام لـ ABS مثلا من عم نقرأ في مكابح أو توزيع كبح الكتروني توزيع كبح الكتروني مثلا إنه أنا إذا ماشي مثلا بسرعة 160 بعدين فترة الدركسيون مثلا درجة 90 درجة لحظة انتو هون شو رح يصير رح تتخيل شو رح يصير رح يصير الزلمة شاف نتاب الفكره من هي القصه انه مثلا نظام الاي اس بي مثلا اللي احنا عملناه انه هو ما بخليك تفتك بهالدرجه كلها او مثلا بصير بيكبح عجلات على حساب عجلات يعني مو في عندك اربع عجلات بيكبح كل وحده بشكل بشكل انه انت ما تطلع عن المسار اللي انت شاغل فيه تمام هدول مثلا السنه الثالثه صار او مثلا مشروع جدا لذيذ كان مثلا انه عن المعادن انه اذا طبقت اثقال عليها قديش او مثلا مشروع طارق طبعا اسنان تقويم الاسنان مثلا انا لازم اعرف قديش طبق قوه على الاسنان مشان تصير شكلها بشكل معدل ليش حكيت عليه؟ لانه ما عاد لا انا حبيت احكي مشاريع نحن عاملينها بالكليه مشان تشوفوها عن جد حلوه لنا ان ال بي في عندكم كمان مواد تاخذها بالكليه هي ان ال بي يعني هي ناشونال لانجوج بروسيسنج هي معالجه اللغه الطبيعيه شو قصد فيها؟ مثل اللي شفناه بالبوت هذا اللي فهم علي الجمله قبل ما احكي مثلا شوية حقائق مثلا انه كل خمسة years حجم الداتا مثلا الطبية بتتضاعف طول قديش هي كبيرة بتتضاعف كل خمسة years او مثلا الشركات اللي بتستخدم اناليسيس تست بتعمل تحليل للداتا تبعها هي احسن من غيرها بنسبة 2.2 لاحظوا قديش المعلومات هي هون مثلا اذا انا عارف مثلا الدواء هذا عم يباع بنسبة قديش بمناطق معينة وغير مناطق مثلا عم بركز على مناطق أكثر مناطق في عدد إذا شايف هو هذا الـ IBM واتسون اسمه يمكن إذا مش سنين صار يمكن سنتين ثلاثة الـ IBM واتسون هذا حابين نشوف شكله هيك هذا منظر لحظة قديش كثير خفيف ونظيف بتعرفوا لعبة جيبرتي هي شايفينها كيف بظن هي اللي بيسأل اسئله هو اسرع واحد في البيت بيعرف تمام الفكره من واتسون هو انه هيك يجي يسالوه مع متبرعين عاديين يسالوه اسئله وهو يعرف يجاوب لحاله تمام هلا لاحظوا هو مثلا اعطيك مثال على هي الجمله مثلا نفرض هي الجمله I saw the man with the telescope هلا هي مثلا شو بتحتمل معنيين انه انا شفت الزلمه يلي هو معه تلسكوب يا عم انا شفت الزلمه عن طريق التلسكوب صح؟ مثلا لحظه هي الجمله هي مثلا تو بارسز لاحظوا هي الجمله I saw the man in the hill in Texas with the telescope at noon on Monday هي لاحظوا مثلا قد ايه بدها كم بارسز بدها 32 معنى بيقدر يطلع منها لاحظوا الفرق؟
راح تحفظ انا هيش معناها. هلا هو هاي الشطار تبقى مثلا وقت يقول جمله هو الشطر يعني اللي عم يسابق يعرف هو يعمل البارسينج ويقعد يدور بالداتا كلها على العالم بسرعه لحتى يعطيك نتيجه. لاحظوا قديش مثلا قديش لازم يكون وقت تقريبا بجام ثانيه لما هو كل عندك ثلاث تمارين التمارين ثلاثه دول بيكتب طش اذا هو عارف. هو ربح بشكل هائل بس بعد يعني بعد التطبيق الخوارزمي هو مسوي له اي بي ام يعني دفع عليه بلا وزر. هلا حتى اذا فتحوا على الموقع تبعه عنده اي بي ام لاحظوا بلشوا يستخدموه بالهيلث كير بالتطبيقات الطبيه وبالفاينانس بالايكونومكس صح. كان عندهم شيء اسمه كمان ماشين ليرنينج، ماشين ليرنينج كمان كثير مثل شفنا مثلا في الروبوتك. في عندكم مثلا اذا فتوا اكيد بتعرفوا مثلا مواقع ستاك اوفر فلو ستاك تشينج هدول مثلا انه انت بتجي على هذا الموقع بتجي مثلا بتسال سؤال عم الكوميونتي اللي هو المشتركين هن بدهم يجاوبوك تمام. هلا مثلا صاحب احسن اجابه مثلا انت بتجي بعد ما تجاوب على السؤال انت لقيت اجابه عم تقول ايه والله ظريف هالاجابه انه صح مثلا انت بتعمل بلس 1 مثلا انت بتقول لها ارتفعي اكثر يعني صح اجابه صح زودي القوه تبعها. هلا منها عن طريق هي العمليه بتكرار 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 لاحظوا بتطلعوا في اعضاء كثير رح تزيد الريتنج تبعهم هذول رح يكونوا مثلا اثنين اشطر من غيرهم تمام. هلا لاحظوا هي عمليه هي ساعتها شو صفيه ما في عندي مدير للموقع بشكل اساسي صار في عندي المستخدمين هنا بصيروا مدراء للموقع بشكل فعلي. يعني انا يلي عم بستخدمه هو عم يكون عم يعمل مثلا انا لاحظوا اذا كان كثير الريت تبعه عالي مثلا نفرض 20000 نقطه بصير يحذف مثلا في يحذف جواب غلط كثير مثلا هو الشخص بحد ذاته لازم ما عاد صار في عندي يعني ما عاد في عندي نفرض سنترال كنترول يعني ما في عندي جهه اساسيه هي اللي عم تعمل كنترول على هذا الصوت لا خلص المستخدمين هنا عم يطوروا الموقع بحال. هلا في عندكم هلا سابقه طلعت هي تبع كيجل هي الفكره انه انتم يعني المشترك بهي المسابقه انه يسوي خوارزميه لحالة تكتشف الاسئله باي فار لانه هي وين بتجي الاسئله باي فار اكثر شيء بتجي من عالم فايتين هلا على الموقع جدار ما بيعرفوا شيء مثلا ما بيعرفوا كيف بنص السؤال او مثلا ما بيعرفوا يدوروا على سؤال بتجاوب عليه من زمان او هو نفسه برجع بيطرحوا هذا السؤال. هلا اطرح هذا السؤال رح تعمل كثير مشاكل لانه انت صار في عندك اكثر من سؤال كلها نص بعض بس بغير سؤال مثلا تمام. هاي خوارزمي يعني هو هي مشي يعني هي القصه انه انا مثلا اللي بصير بالمسابقه يسوي احسن خوارزمي من الصف. هلا مثلا قلت لهم مسابقات انتم فيكم تشاركوا فيهم يعني هن مو مثلا محددين على شرط على على فئه محدده تمام دكتور فيهم. هلا في عندنا شيء اسمه كمان هيومن بيس كوميونيكيشن هذا كثير جميل. مثلا في عندكم هي لعبه فايلو هي شلون بتستخدم؟ هلا رحنا هو بعد الذكاء الاصطناعي انه نحن بتخلي دائما الكمبيوتر هو انه تخليه ذكي تمام؟ انه مثلا تخليه يعرف هي القصه يتذكر هي القصه بشكل احسن. هلا الفكره من هيومن بيس كوميونيكيشن انه انا اجمع بين ذكاء الانسان اللي هو طبيعي وبين الكمبيوتر تمام؟ هلا مثلا في عندكم كثير العاب بتوعي مو كثير مثلا مثل فايلو هي مثلا انه انا مشان دي ان اي بروح على هذا الموقع هي بتستخدم داتا حقيقية مشان معالجة الدي ان اي يعني مثلا اذا بتعالج ديزيز بتعالج مرض او مثلا شيء خطا بالدي ان اي تمام. انا بروح على هذا الموقع الفايلو بيعطيني هو خريطة لسه العالم ما حلتها بده يحل لي اياها. لاحظوا هلا هون كل العالم بلشت تشترك هو عم بيلعب يعني شخص بحد ذاته عم بيلعب المفروض كان عم بحل شفرة جنين تمام. هلا هدول بظن اكيد يحكوا عليهم الطب او مثلا مثل هي مثل هذا هذول تبع الار ان اي هذول شو كمان البكالوريا انه مثلا كمان هلا نفس القصه كمان انه انا اقدر اعالج هذول الامراض تمام. هي ذات حقيقيه انا عم بعالجها. لاحظوا انا ما بعرف شيء عن الار ان اي بس عم بلعب. لاحظوا كمان هون في عندكم تشات مثلا بيجوا بيحكوا الاعضاء مع بعض والله ما عرفت هي شو هي شو هي ما شاء الله. هذا شيء اسمه الكاتشا هذا كيف شايفينه؟ اكيد مثلا هلا هذا شو فاتو انت كنت اول غليظ عم شو غليظ ما بيقرب الفكره من هذا انا فرض في عندي هي الجمله تمام. هلا خوارزميات الذكاء الصناعي عاديه مثلا في عندنا شيء اسمه او سي ار كاركتر ريكوجنيشن بتعطيك هاي الجمله يعني بتسترجع لك هي الجمله يعني انت بتفوت هي الجمله بيعطيك هي
لاحظوا شلون ترجمت لي هاي this لاحظوا شلون حطيتها هي تعرفت على هذا الشكل لاحظين طب مثلا age هاي غلط هاي غلط هاي غلط لاحظوا هون ان الذكاء ما عاد يعني وصل لحد ما عاد يقدر يعمل زياده عن القصه هلا شو الفكره انه هيومن كومبيتيشن مثلا هاي هاي اجى على هاي القصه هلا هدول بيستخدموا الكتب الحقيقيه يعني نفرض انا في عندي هي الكلمه الاو سي ار الاو سي ار ما اعطاني اياها صح الكتاب الكتب انا ليش بدي اياها؟ لانه باخذ كتاب ومصور تصوير بجيب لي البو ديجيتال يعني لي البو محارب تمام؟ فلاحظوا بيعطيني هدول الكلمتين بيقول لي فوتهم هلا انا وقت فوتهم بيطلعوا صح رح يعرف هو انه شو اسمه انه الكلمه اللي اعطيته اياها صح يعني ما تعرف عليها الاو سي ار انا تعرفت عليها لاحظوا ليش؟ انا انسان مثلا بعرف انه شو هدول الكلمتين احسن من الكمبيوتر احسن من خوارزميه او سي ار تمام؟ الفكره مو انا جاوبته دغري رح احطها هو دغري داتا بيس تبعه رح يقول عليها صح انه هو انسان بيعرف صح؟ هو اكثر من زلمه بيجوا بفوت لهم هي الجمله بشوفهم شو جاوبوا اذا شاف اكثر من تطور مثلا شي 10 مرات كلها عم يحطوا نفس الشيء معناتها عارف انه هي الكلمه هي صح يعني هي الكلمه الصح ولازم تحطها تمام؟ وهيك هلا هون شو عم يتعاون؟ عم يتعاون الذكاء مع الانسان يعني هيومن كومبيتيشن تمام؟ استخدموا اكثر من 200 الف سايت منهم الفيسبوك تويتر وعارف هلا الاي اي في هلا اجيتكم كم شغله جديدين هلا حتى طلابنا وشباب كثير شغلات حبيت الذكاء فيهم بيعملوا شغلات بعد كثير الذكاء انتم على راحتكم بنرجع لكم عن جد الذكاء انتم لازم تشتغلوا انتم لازم تشتغلوا انتم لازم تشتغلوا يعني كل يوم هيك بصفى على الشمال تشتغلوا كلياتكم يعني مثلا مثل كان بديكم مثلا هذا المشروع اللي هلا سوينا هذا التواصل سايت وقت رحنا لعندهم ناخذ مشاري عن الكليه انه انا ولا واحد بعرف القصه سوري تمام يعني ما شرط الشغله اللي انتم نقيتوها يعرفوا فيها ابدا يعني انتم كنتوا تروحوا تشتغلوا كذا صح هو في حدا بدل في النهايه يعني مثلا فيكم تسوي بالعاب تقدروا مثلا هلا سويناها هي بالرابعه تمام مثلا فيزياء تمام فيكم تسوي له اشكال هي اشكال انا سويتها هذول فيكم تسوي له كيت بس هذول كلهم عبقريين فيزياء مثلا هذول مشاريع بسيطه هذول مو ذكاء تمام بعدكم هذول مثلا فيرتشوال رياليتي هاد ذكاء هلا هي الصوره مثلا يا ريت كمان في فيديو هي مثلا بكون انا ما حامل شيء او بكون مثلا حامل بس ورق مثلا ورقه مربعه هو بيحط لي هدول انا وقت مثلا ارفع هذا الشكل انه ما رح يكونوا موجودين لا رح يكونوا لا موجودين لا كرات ولا شيء بس انا رح اشوفهم مثلا وقت ارفعهم انا رح يصير في عندي كور رح ترتفع مثلا بالطابع شو رح اشوف هذا رح نساوينا فاهم بيسي تمام لاحظوا هدول ما يكون في عندي لا طابات ولا شيء بس يكون فيرتشوال يعني بروح اصلا قدام الكاميرا عم شوفهم انا بلعب فيهم بروح يمين يسار لو انه ما موجودين بس كلها قوانين فيزياء عم تطبقها بس رح يكون هذا المشروع كمان بالرابع الثالث ما رح احكي عليه كثير هلا الريسورسز نحن اكثر كليه فيها ريسورسز عنا او بلحظه كنت بعد هلا كنا الكليات كلها فيها ريسورسز بس انا اكثر شيء في عندنا فري اون لاين كورسز تعرفوا كثير منهم عندنا مثلا مثلا في عندكم كثير وحده مشهوره هي تبع ذا سي اس 50 هي تبع هارفرد هي فيكم مثل كورس انتدكتوري يعني مثل تقدم يعني اول ما تدخلوا على الكليه بي هارفرد تبع امريكا هي فيكم تشوفوها انتم تمام تشوفوا مثلا عن الكليه يعني عن الاي اي عن عن الكمبيوتر ساينس بشكل عام عن الانفورميشن تكنولوجي بشكل عام يعني ايه بسيط لغات عليها EDX دو كاتب من هذا الشخص هاي في عنكم انه انتم يمكن تقولوا انه والله اذا نفذ الذكاء او اذا فذت مثلا الرجيات ما بعرف شو يمكن ما يسمح لي شغل كبير شغل بالبلد هاي بكم اذا ما لقيتوا الشغل اللي بكون اياه انتم اخترعوا انا نمس يمكن يكون انا الفكره بالقصه انه تقريبا ثلاث ارباع بيشتغلوا نفس الشيء، يعني ثلاث اختصاصات عندنا بالبلد احتياجات بلد بتشتغل نفس الشيء. تمام؟ ان كانت ذكاء، لما كانت برمجيات، لما كانت خلصنا. اي ان كانت برمجيات، ان كانت شوكات، ان كانت ذكاء.
ثلاث فروع ثلاث اقتصادات يعني كان احتياجات بدات فحصل نفس الشيء تمام. بصفى اذا انتم بدكم تسافروا لبرا بدكم تشوفوا الجامعات بدكم تشوفوا العالم كيف عم تشتغل بتعرفوا فيكم تسالوني عن هذا الميل تبعكم بلوج هلا عم يصير بصفى فاضي بتصفي تبعي هلا بصير شكرا لكم. بيعرف ما حضر الجزء الاول يعني هي حضر وشاف الذكاء الصنعي شلون عرض عليه يعني ما عاد تعيد ولا شبكات ولا برامج يعني ما في 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 يعني طيب هلا تطور الشبكات الحاسوبيه اذا شفنا ناخذ على سبيل المثال سرعه اتصال الانترنت خلال العهد الاخير صار تطور كثير في الشبكات الحاسوبيه ومثال عليه اتصال الانترنت يعني كنا عم نحكي دايت اب سرعه اتصال اقصى سرعه 56 كيلو بت بالثانيه هي اذا كان دليل المقصد بينما هلا صار عندنا سرعات على كثير اجى بعد الدي اس ال دي اس ال صارت سرعه بالمجايات اجى ال 3 جي وال 3 جي 1.5 صارت السرعة بتوصل ل 44 ممكن كمان ال 3G.75 سرعته سرعة 7 بس هو هي الجيل الجيل الثالث ايه مطور فيه ما ايه البلاس اللي سرعة بتوصل 44 ميجا ايوه ايه في منه بالخليج كان من السنة الماضية هلا الخليج صار في عندك 4G هلا قصدي من السنة الماضية كان في انه هذا عنا هلا هون في توصل 21 ميجا هون السرعة توصل 21 ميجا بس تدفع عليها 5 لأنه 3.5 ايه طورت صار عنا 4G 4G سرعاته بتبدأ 4G من 100 ميجا ل 100 ميجا بت ثانية يعني 2000 ضعف من الدايل اب لل 4G وصارت موجودة بالمنطقة العربية 4G الأعلى الأعلى من هيك اللي هلا اللي هو الفايبر اوبتيك جوجل بتقدم جوجل فايبر اوبتيك سرعة 1 جيجا بت بالثانية 70 دولار بالشهر بأمريكا بت فيه عم نحكي إن هلا على سرعات كتير كتير كبيرة خلال هالعقد الأخير من الزمن بس هذا شو معناته؟ هذا معناته هي الشبكات مين بده يعملها؟ يعملها مهندسي شبكات بده يعملها وبده يشغلها مهندسي شبكات معناته هذا إنه المنطقة العربية ساعتنا نامية بهالموضوع هذا معناته في عندنا كتير فرص عامة بهالمجال هذا من لنا نكمل فيه طيب هلا تخصص الشبكات شو هي المواد اللي تعرض الكلية بتخصص الشبكات. الكلية المنهج المعاد فيها بحيث انه تكون قادر على التعامل مع يعني قادر من البداية من تصميم الشبكة لتشغيلها. فعندنا أول شيء بروتوكولات الشبكات اللي هي هذا المقرر مهمته انه يعرفك عن شلون تتعامل شلون شبكات تتم عملية النقل فيها وشلون هيك البنية الفيزيائية تبعها، تصميم الشبكات، شلون في نصمم الشبكات، شو القيود العالية، شلون نصمم شبكة بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة، إدارة الشبكات. هلا كل الشركات كل المؤسسات الشركات من الصغيرة لأكبر شركة عندها شبكات بمؤسستها، هي الشبكات بدها عملية مانجمنت، بدها عملية إدارة، بدها عملية سماحيات بدها تحكم فيها. هذا القرار مهمته إنه يوضحك ويساعدك بهالمهام. محاكاة الشبكات انا قبل ما اصمم شبكة فيزيائيا بدي ادفع واتكلف عليها بدي احاول انه اشوف صممها منطقيا صممها على الكمبيوتر وشوف تجارب عليها شوف وين الاشكالات اللي بتصير فيها شوف التحميل الزايد وين اوقات الزر تبعها وين كذا حتى قبل ما اصممها بشكل فيزيائي جنب الاشكالات فيها وهذا هو نتعرف عليه من خلال هذا المقرر اما الشبكات طبعا نعرف انه هلا في مقررين امن فيه امن المعلومات وامن الشبكات امن المعلومات هو تعطيك فكره عامه عن امن الحواسيب بشكل عام بينما امن الشبكات مختص بشبكات حاسوبيه بشكل خاص بيفترض فيها انه
توصل بالجدر النارية بعملية الاختراق، شلون إذا في اختراق تمنعه وتعالجه بعد ذلك. عندنا مادة كمان بتخص الشبكات، هي برمجة تطبيقات شبكية. نحن كمهندسين معلوماتية هي نقطة مهمة، إنه بيقول لك إن في الشبكات ما في برمجة، لا في برمجة وإن كان أقل من باقي الاختصاصات بالذكاء وبالنسبة للبرمجيات، بس برمجة فيها، وهي مادة برمجة تطبيقات شبكية، هي مادة بتخص الشبكات الخاصة فيها، نتعلم فيها شلون برمجة التطبيقات الشبكية الكبيرة. يعني هذا ما عاد صعب هلا انه الواحد يبرمج، ما عاد مو قضيه انه انا برمج تطبيق، بس انه برمج تطبيق شبكي سعره بيرتفع اضعاف مضاعفه، بصير عدد الاسطر بصير انا السطر الكود الواحد انه بدل ما اخذ مثلا عليه دولار بصير بدي اخذ عليه 10 دولار بس لتطبيق شبكي، لانه بصير الموضوع كثير معقد، يعني ممكن باليوم كامل ما اقدر اكتب سطرين ثلاثه، بينما لو تطبيق عادي فيه يكتب 230 سطر باليوم. طيب هلا في سؤال من طلع دوما انه شو العلاقه بين هندسه الاتصالات وهندسه الشبكات، هندسه الشبكات في دستور الحواسيب والشبكات المعلومات. نلخص العلاقه هاي بهالهرمين هذول. عندنا الطبقه الجزء المنطقي او الجزء البرمجي والجزء العتادي. فبنلاحظ انه بالمعلوماتيه هي القاع الهرم او الجزء الاكبر فيها هي الطبقه المنطقيه البرمجيه المعلوماتيه الشبكات. بيجي الأقل منها الحواسيب والأقل منها هو الاتصالات. بينما بالجزء العتادي والجزء الهاردوير عنا العكس. نحن كمعلوماتية موادنا ومعارفنا فيها أقل من الحواسيب وأقل من الاتصالات. بس أكيد في أجزاء مشتركة فيها أكيد. يعني هلأ نحن مثلاً مشروع التخرج هو تطبيقات الفور جي. حتى نقدر نعمل تطبيقات الجيل الرابع لابد يكون اضطرينا نفهم بنية الجيل الرابع شلون نتعامل معها حتى نقدر نعمل تطبيقات فورها. طيب هلا نحكي على الجزء الثاني من التخصص. بالمناسبه تخصص الشبكات هو برا ما هو مو تابع لعلوم الكمبيوتر ساينس، انما لا تابع للحواسيب. يعني هو هندسه، لذلك برا بيعتبروا فيهم كهندسه اكثر من البرمجيات او الذكاء، بيعتبروها تحت الكمبيوتر ساينس بينما احنا بيعتبرونا مهندسين. طيب الجزء الثاني من التخصص اللي هو نظم التشغيل. طبعا نظم التشغيل اللي هي ويندوز اللي هو احد امثلتها الشائعه، هي مجموعه برامج اللي تتخاطب مباشره مع وحدات الحاسوب الماديه الهاردوير. يعني انا كمستخدم ما فيني اصل العتاد الطرفيات بالطبعه بشكل مباشر، وانما انا بتعامل مع الابلكيشن مع التطبيقات، التطبيقات هي بتتعامل مع نظام التشغيل. يعني مثلا انا عم بكتب على الوورد بدي اطبع، ما في الوورد ما في لحاله يبعث امر للطابعه للطباعه، انما هو بيبعث نظام التشغيل، نظام التشغيل هو اللي بيتخاطب مع العتاد وبيستلم الأمر. طيب أنواع نظمة التشغيل. نظمة التشغيل فينا نقسمها للعديد من الأقسام، فينا نقول إنه عندي أنظمة تشغيل رسومية وأنظمة تشغيل خطية غير رسومية أو تعديل المستخدمين وحيد المستخدمين. بس التقسيم اللي بتحكي عنه هون هو أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر، أنظمة التشغيل افتكارية مغلقة المصدر، اللي هلا بعد شوي زميلنا حيحكي أكثر عن الموضوع هذا. عندنا اشهر ثلاث انظمه تشغيل هي ويندوز وماك ولينكس. هذا بطيء الفرق بيناتهم. شوف الصور، يعني هي الصور بتوضح الفكره بشكل كثير ظريف. عندي انا لينكس عارف كل شيء فيها وشايف كل شيء فيها ومجمع كل شيء فيها. عندي الماك تقريبا ماني شايف شيء اون اوف، بس الويندوز يعني شايف مو شايف. الفرق الاساسي انه لينوكس هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، بينما الماك والويندوز هو انظمه تشغيل مغلقه المصدر. شو معناتها؟ شو معناتها مغلقه المصدر ومفتوح المصدر؟ هون انا شايف الكود البرمجي، هون انا فيني اعدل بالكود وبالنواه، فيني يعني فيني اعمل نظام تشغيل على الشيء اللي بدي اياه، غير فيه وعدل فيه على الشيء اللي بدي اياه. صارت في مشكله بنظام التشغيل ماني مضطر استنى لحتى الدعم الفني من مايكروسوفت او من الشركه المنتجه لهالنظام يوصلني، لا انا فيني بفتح الكود وبساوي. في لغوات كثير بالعالم بيعدلوا عليه بيطوروا عليه بيخصصوها بس على النحو البدني وهو فري بلاش، بينما الاثنين الثانيات مصاري. النقطة الأهم كمان إنه أنا النقطة المهمة إنه أنا هون شايف الكود عارف كل شيء فيها، هون ما بضمن لي ممكن يكون في تجسس عليه، ما بضمن إنه يكون في تجسس أو في اختراقات أو في كذا، لأنه هو عاطيني شيء مسكر مثل ما إحنا شايفين، هو عاطيك مسكر مثلا هون أو هون. شو جواته شو عم بيصير ما بتعرف، بس بتعرف تستخدمه.
فخاصه بال يعني هي ممكن احنا كافراد ما كثير تفرق معنا، بس على مستوى دول تفرق. يعني اذا كانت الحكومه الالكترونيه كلها ويندوز معناتها انت بكسرت اسعارك مفترقه وبيد مايكروسوفت. يعني مايكروسوفت تحط سعر البدايه بدك، لو صار عندك مشكله بدك تستمع حتى مايكروسوفت تقول لك اياها، ممكن توقف كل المعاملات الالكترونيه عندك البلد. صار في مشكله بينك وبين مشكله بين الولايات المتحده الامريكيه، صار وقفت عنك مايكروسوفت الدعم، وقفت بلدك كلها، مشكله كبيره. فلذلك هي احد اهميات كثيره للاوبن سورس خاصه في تطبيقات القوى الالكترونيه. طيب شو المواد نظم التشغيل اللي ناخذها؟ ناخذ نظم القصير، نظم تشغيل واحد واثنين. بالعملي تاخذ في لينكس بشكل كامل، شلون نتعامل معه، شلون نخصصه على نحو البناء، بالنظري نفهم نظام التشغيل هذا شلون بيشتغل، شلون نحن بنكون قادرين على بناء نظام تشغيل اذا احتجناه، وشلون نتعامل معه مع نظام التشغيل، شلون نقدر نتعامل مع نظام التشغيل. الماده الثانيه هي نظم الزمن الحقيقي. عندي انا في انظمه حرجه، يعني الزمن فيها مهم كثير، مثلا انظمه الطيران، انظمه الفضائيه، انظمه تشتغل الطاقه النوويه وكذا. هون التاخر او الغلط كارثه بالعمليه. يعني تخيلوا نظام الطيران آلي، صار في خطأ أو صار في تأخير ثانية، ممكن سبب كوارث، ممكن سبب كوارث جوية، ممكن سبب كذا. فهي هي النظم إلى اشتراطات معينة لبرمجتها ولا التعامل معها، هذا المقرر بيتناولها وبيشرح فيها. بعدين عندي المقرر الرابع لنظم التشغيل هو نظم تطبيقات موزعة. عندي تطبيقات كبيرة وأنظمة كبيرة ما فيني أحطها كلها بقطعة واحدة، فبيضطر إنه تكون مقسمة إلى عدد من الأقسام. بس أنا كمستخدم بيتعامل معها لأنها قطعة واحدة، يعني أنا بشوفها إنه قطعة واحدة، وإنما بس هي فعليا عدد أقسام. هذا المقرر بيشرح لك يعني.